السلطة للشعب الليبي من عام 77. هذا هو بالضبط الإحرار. من مذكرات السجون تجربة كاشفة تلقي الضوء على الممارسات القمعية في سجون القذافي ومعتقلاته. التلفزيون العربي يبحث في شهادة جمعة عتيقة رئيس المؤتمر الوطني الليبي سابقاً. كيف تعيش وأنت يعني فعلاً في هذا العشتة؟ وتركت ناس وراي ما زالوا يعيشونه. كان عندي هدف نساهم في أي عمل. كيف وقعت إعدامات مجموعة بنغازي؟ وماذا عن كواليس مذبحة سجن بوسليم؟ شهادة المعارض الليبي جمعة عتيقة في مذكرات الخميس 8:30 مساءً بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.